السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج السينكرو وازاي نتعامل معاه. البرنامج سهل جدا ومنظم، هتلاقي حاجات خاصة بالإعدادات، حاجات خاصة بالثري دي، حاجات خاصة بالفور دي، بالأناليسيز، بالريبورت، بالويندوز. فمثلا هنا هو مظبط لي اللاي اوت، اقدر اعمل فول سكرين او اقدر اروح لحاجة تانية اكون انا عامل لها اعدادات مختلفة. يعني هنا مثلا شايف الثري ده كله، لا انا ممكن اقول له لا اقسم لي الواجهة بالشكل دوت، فيبقى في جزء خاص بال3D وجزء خاص بالجدول الزمني اللي انا هربط بيهم. لو انا هشتغل 3D بس ممكن اختفي بالاولانيه. تمام، هنا الاقي السبورت ده جايب لي حاجات تعليميه، دروس تعليميه، ملحوظات، اقدر اعمل سيرش. هنا ده الجدول بتاع الجانت، بيبدا يجيب لي المهام ومدتها قد ايه وهتبدا امتى وتنتهي امتى، وده الجدول الزمني. طيب لو انا عايز ابدا ادخل حاجه 3D هعمل ايه؟ هاجي اقول من فايل، هقول له امبورت، هلاقي ان هو مديني حاجات كتير جدا اقدر ادخلها، حاجات خاصه بالبروجكت اكس ام ال، حاجات خاصه بالبرومافيرا، حاجات خاصه بالاي سي، بال3 دي، بالسينكرو. طب لو قلت له 3 دي هيفتح لي قايمه فيها كل الامتدادات زي ما انت شايف، اكتر حاجات موجوده الاوتوكاد، الدي اكس اف، الاف بي اكس، الدي اي اي، الاوبجكت، الاوتوديسك دي دبليو اف. خلينا نختار مثلا وليكن الاف بي اكس، ونختار مثلا الفيلا ديت واقول له اوبن. فبيقول عايز تدخل ملفات تانية، ممكن ادخل معاه اكتر من ملف، ممكن بعد كده اقول له امبورت او اقول له نيكست، فاشوف الاعدادات اللي هو مديهالي، ان في حاجات تختفي حاجات تظهر. هنا بيقول لي عايز تعمل ازاحة ليهم في الاكس والواي والزد، عايز تغير السكيل، عايز تعمل روتيت، اقول له امبورت، هيبدأ يدخل لي الملف. بيقول لي عايز تربطهم بريسورس، اقول له لا دلوقتي، هيبدأ يظهر لي 3D. اقدر اعمل سيلكت على اي جزء، اخفي واظهر زي ما انا عايز. من ال 3 دي هقول له انلود سيلكتد او لود سيلكتد، اقدر اعمل فلتر. اقدر اشوف هنا الريسورسز واقدر اخفيها او اظهرها لو انا عايز. دي العناصر كلها اللي موجوده، اقدر اعمل ان سيلكت بحيث ان الحاجات كلها تختفي من المشروع. ممكن اجي هنا واقول له في الاوبشن، ممكن تلاقي الجهاز بطيء معاك فمحتاج ان انت تغير الاعدادات. يعني هو بيعتمد على اكتر من محرك، فممكن نغير المحرك ده ممكن يسرعه ويخليه سريع معانا. خلينا نشوف كده. بس طبعا لازم تعمل ريستارت منها. مثلا من 3 دي فيو هقول له انا عايز ادفانسد، الاقي هنا الدرايفر بتاعي، ممكن تشغل بالاوبن جي ال او الدايركتس او اوبن جي ال 2 او دايركتس 11، تختار اللي انت عايزه مثلا دوت. وممكن برضو من الاعدادات نشوف موضوع الاوتو سيف، يعني هو الجهاز يسيف تلقائيا لو انت نسيت تعمل سيف. هنلاقي هنا في جنرال وهنلاقي اوتو سيف، اقول مثلا انا عايز اعمل اوتو سيف كل دي كتير، خليها كل 13 دقيقة مثلا. هل عايز تلغي الاوتو سيف ولا لا؟ عايز تلغي الاوتو سيف ولا لا؟ اخليها، يعني لو انت عايز تلغيها عشان توفر مساحة الغيها. الباك اب بروجكت عايز كم واحد؟ فانا عايز مثلا ثلاثة مثلا او اربعة باك اب. عايز سيف الباك اب فين؟ فبختار الملف او المكان اللي انا عايز اعمل باك اب فيه، وبعد كده بقول له اوكي.